الأخ نعمة، الأخ رحمة. إن كان لك أخ أو إن كان لك أخ فأنتم من المرحومين. لما حدث الله عز وجل عن موسى قال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الأخ ظهر وسنن وحصن وعمود. استمع إلى قول موسى وهو يحدث عن أخيه هارون، قال: هارون أخي. ما فائدته في الحياة؟ أشدد به أزري. ولذلك أجابه الله عز وجل في طلبه، قال: سنشد عضدك بأخيك. قال لي بعض الحكماء: أنا أفضل أن أدخل المعركة مع الأعداء ويكون في جهتي أخ لي وحيد، خير من أن يساعدني ويقاتل معي عشرة من الأصدقاء. لما؟ لأن الصديق حتى وإن كان وفيا إذا اشتد الخطر عليه سيتركك ويمضي، أما أخوك سيجعل صدره واقيا لك من رصاص الأعداء. قال أحد الصالحين معاتبا رجلا قتل أخاه: يا بني، لقد أغضبت ربك وأنقصت عددك وقسمت ظهرك وشمت الأعداء فيك.